السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا حبيباتي، كراكم دايرين لاباس؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في قناة يوميات بسمة وأمها. قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيت نخدم معكم اليوم كوكا ولا بيتزا كوفير ولا مقادير اقتصادية. متنساو النجم والاشتراكات وشكرا على التعليقات الرائعة نتاعكم، ربي يجازيكم كل خير. بمقادير اقتصادية ونديروا وجبة رائعة، معجنات ولادنا يفرحوا بهم. بسم الله. مقادير: درت كاس حليب دافي، تنجموا ديروا الماء حتى بالماء تجي مليحة. انا كان عندي متواجد الحليب، درت كاس حليب وغرفة كبيرة سكر وغرفة كبيرة خميرة العجين، نضيف عليها شوية فرينة ونخلطها. هذه العجينة السحرية نخلوها، نخلطها بالفوي ونغطيها، نخليها لمدة 10 دقائق تتفاعل، تساعد خاصة في وقت البرد تطلع لنا بسرعة، تعاوننا باش العجينة تجي خفيفة وقطنية. نغطيها بسوليفان ونخليها تخمر لمدة 10 دقائق، تشوفوا تضاعف الحجم تاعها. نخلطها ونضيف هنا ثلث كأس تاع الزيت، ولا ديروا 5 مغارف، اللي ما تعرفش تعبر بالكأس دير 5 مغارف كبار تاع الزيت، وغرفة صغيرة تاع ملح على حسب الذوق تاعكم كل واحدة وكيفها. ونلموا العجينة بالفارينة حتى تنجمع معنا عجينة البيتزا، سهلة اقتصادية. تنجموا الحليب اللي ما عندهاش دير الماء دافي بلاصة الحليب. نضيفوا الفارينة بالعقل باش ما نيبسوهاش، نخلوها عجينة طرية ما يابسة ما تتلصق. كما تشوفوا القوام تاعها حتى تلتم لنا. هنا نضيف ندير نقيطة تاع الزيت في يدي ونفوت عليها شوية الزيت باش ما تلصقناش في السوليفان وفي الإناء تاعنا. نغطيها مرة أخرى نخليها تخمر بين ما نوجدو الحشوة نتاعها. ده بلاصة حامية نص ساعة تطلع، لكن البرد خلوها تقريبا ساعة ما عليها والو. نديرو في المقلة نديرو الزيت، حر 5 مغارف تاع الزيت، والبصل كما تشوفو ديرو كمية 2 بصلات كبار ولا، خلوهم يتقلو. من بعد نزيدو الطماطم، تاني 2 طماطم كبار ولا على حساب أفراد العائلة نتاعكم. شوفوا ما دبالو ما شاء الله. هنا نزيدو مغرفة كبيرة طماطم كونسونتخي، طماطم مصبرة. نخلطو كامل مع بعض، والعجينة راها قدام النار راك تشوفو تطلع لنا بسرعة ما تطولش. ضيفت نقيطة تاع الماء، خليها تجانس مع بعضها. هنا درت الملح والفلفل الأسود. تشوفوا العجينة طلعت، كل ما تشوفوها طلعت هبطوا لها الخمر وخلوها. وهنا كيما راكم تشوفوا البصل درت في إناء آخر باش يبرد، باش يبردوا لنا. ضفت عليها قزبر قطعته رقيق، وديرت لها الملح والفلفل الأسود. هنا جبت صينيه قطعت بابي كويسون على حساب الصينيه تاعنا اللي ندخلوها الكوشه اللي نديرو فيها البيتزا تاعنا. والعجينه نقسمها على زوج، نص نمشيه على حساب العجينه والنص نخليه باش نغطي به البيتزا تاعنا ولا الكوكا. هنا درت شويه فرينه باش ما تلصقناش، راها عجينه طريه. مشيتها كامل بالحلال على حساب ورقه الطهي، نرفدها كما تشوفوا، نحملها ونحطها في الصينيه، ندخلوها للفرن، نسبموها نيشان. بعد ما الخليط نتاعنا كان برد، هذه كوكا اقتصادية بالبصل والطماطم. اللي عندها فيونداش يدير، اللي عندها دجاج تقطعو صغير وديرو. انا كان عندي هنا طبسي تاع طون، حبيت ندير اضافة نزيد له بنة على بنة. نوزع الطون تاعنا فوق الطماطم باش نبدلو في الأذواق، ما
مره نديروها بالخضره وحدها، مره نضيف كل خطره نديرو حاجه. الاختيار يرجع لكم ليكم، تنجمو تستغناو عليه. هذه كوكا اقتصاديه، هذه معتمده، حنا نديروها دائما في حاجه خفيفه ظريفه في الساعه. جبت فرماج طري، جبن طري، حبيت نفوت خطوط ولا قطعوه هكا شويه شويه ولا كما تحبوا. اللي عندها رابيت دير شويه رابي اللي كاين، تنجمو ما ديروهاش. انا واقفه نديرها بالطماطم والبصل، تجي ما شاء الله بنينه ورائعه، تجي مع الحريره ولا تشهي. هاد العجينه اللي بقات نص الاخر نزيد نحلها مليح مليح على حسب الصينيه باش نغطي بها. تشوفوا راني حللتها مليح، تشوفوا جات رقيقه، راه فيها الخميره دوك تخمر وسهله. والبنات الصغار اللي ما يعرفوش يجيهم واعره يديروها فوق بابي كويسون باش ينجموا يرفدوها، ولا يلويوها فوق في الحلال على الحلال ويرفدوها. هي سهله عجينه ما شاء الله. حنا غطوها مليح، ضغطوا مع الاطراف باش ما تنحلش. والكوشانه ديالها راها تحمى، لا نار متوسطه، جيب الحمى نتاع المطبخ العجينه تخمر لنا، ما تديش وقت كبير. هنا نجيبو حبه بيض، من بعد ما سقدتها تشوفوا راها خفيفه. جبت حبه بيض، خليت البيض بالصفار، ضفت عليهم شويه فلفل احمر، راني نخلط بفرشيطه مليح. نضيفو نقيطه تاع الحليب باش البيض ما ينحرقش. نجمو ديرو الصفار وحده مع شويه حليب، انا ما حبيتش نضيع البيض، درت كامل بالبانس نفوت على الوجه تاعها كامل، يعطينا لون شباب، تتحمر لنا بسرعه. مشيتها كامل. هنا جيت نقطع، ماشي نقطعهاش كامل، نرسم خطوطي من الفوق باش من بعد نجي نقطعها تجيني سهله. ديروها مربعات الشكل اللي تحبوه، كبير ولا صغير كيما تحبوا نتوما. إلا عندكم زيتونه ديروا في كل مربع زيتونه ولا نص زيتونه ولا دائره. انا كان عندي شويه سانوج نزين بيه. هاد الزرار تاني رائعين ما شاء الله صحيين. خليتها تريح شويه في المطبخ واحد 10 دقائق، من بعد دخلتها في الكوشه كانت مجهده. من بعد كي دخلتها نقصت لها شويه باش ما تنحرقناش، راه رقيقه. كانت شاعله من التحت، من بعد نشعلها من الفوق تتحمر، تشوفوا بتد اللون الذهبي اللي تحبوه نتوما كيما تشوفوا. تحبوا تحمروها بزاف، تحبوا شويه تكون جاهزه معنا، ما تديش وقت كبير، وراها وجبه كامله ما شاء الله. حنا نقطعها معكم تشوفوها راها عاد حاميه. نتبعوا هذوك الخطوط اللي رسمتهم نقطعي فوقهم. شوفوا جات ما شاء الله رققتها، جات مليحه هكا. ولادنا ما يحبوش حاجه اللي تجي خشينه بزاف. شوفوا والله غير تشهي تشهي، وتحمرت من تحت مليح حتى الاطراف تحمرت ما شاء الله. شهيتكم في الجنه، ان شاء الله توجدوها لولادكم كي يجوا من المدارس يفرحوا بها ولا يدوها معاهم. ولا شوفوا وجبات اقتصاديه، شويه فرينه بصل وطماطم وانتي درتي وجبه يموتوا عليها ولادنا. فرحيهم ربي يفرحكم كامل، راكم تخدموا وتستغفروا، كل شيء راه في ميزان حسناتكم. حبيباتي اللي وصلت معي حتى لهنا ما تنساوليش الجيم، اللي دخلتوا معنا جداد ما تنساوناش اشتراكات. ربي يجازيكم كل خير وربي يفرحكم كامل. ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.